تونس ان شاء الله اليوم عندنا 3 لاعبين يشاركوا في الشامبيونز ليج، نتمناو للموسم القادم والمواسم القادمه يكونوا اكثر لاعبين. هذه هي معناتها الحاجات الايجابيه، هذه الحاجات اللي نطمحولها واللي تخدم مصلحه المنتخب. كل يوم ثم بعض اللاعبين الشبان قدموا مؤشرات ايجابيه، ان شاء الله ربي يوفقهم، واهم شيء ان شاء الله يرجع هذا بالنفع للمنتخب التونسي. كلمه لحظه احنا كان نشوف القوائم الاخيره كل على مستوى عام كامل، ما ثماش تغييرات كبيره، دائما ثم وسطيون، ثم ثوابت في المنتخب، ثم 80-90%. قلت اللي راهو وقت باش يكون التغييرات 3 و4 اليوم نشوفوا مثلا المقارنه في القائمات السابقه، المدافعين من 9 مدافعين القائمه الاخيره اليوم ثم 7 متواجدين، رجع محمد تراجع، هذا عادي جدا. وسط الميدان كانوا 6 اللي موجودين في القائمة الفارطة، 5 موجودين، رجع أنيس بن سليمان بعد الإصابة، ونفس الشيء بالنسبة للمهاجمين. من ديجا احنا قلنا 8 في الاستاج اللي فات، لكن إذا كان خدينا المبدأ اللي هو دائما نستدعو 6 مهاجمين، الستة ثم 4 عودة نعيم السليتي وعصام شبابي، دونك أوني دون لا ستابيليتي في الريجولاريتي. اللي يعمل فرق ما بين قائمة وقائمة هي الجاهزية والحضور والاختيارات الفنيه في نهايه الامر. سبب غيرك على خميس كان غايب في المنتخب هو الخميسي والجزائري، شنو نصور؟ ما ثماش حتى اسباب اختيارات فنيه. الخنيسي والجزيري هما لاعبين من ركائز المنتخب، دائما هما موجودين في البلاتفورم نتاعنا، نتابعوا فيهم باتصال بيهم، دونك اليوم ثم اختيارات. زوز مهاجمين رؤوس حربه وقعوا الاختيار على اليوم عصام الشبالي وهيثم الجويني، يقدموا في مستوى كبير. هيثم الجويني قاعد ياكد من مباراه اخرى، نفس الشيء عصام الشبالي كان هو تقريبا المهاجم الاول في الكاس العالميه الاخيره، هو موجود في بلاس ديجا في الجابون. مع شفنا الفورمولا تاع يوسف ينجم يكون مهاجم، نجم سيف الله الطيف ينجم يكون مهاجم، هي اختيارات فنيه، مش معناتها لاعب كيما ياسين الخميسي ولا الجزيري نجم يكونوا متواجدين في المسابقات ولا المباريات القادمه. غياب متواصل مرتضى بن والناس. نفس الشيء مرتضى بن والناس، احنا دائما كنا وقت اللي نستدعوا اللاعب هذا رغم اللي قدم في مستوى كبير في النادي نتاعو ونتابعوا فيه، مرتضى كان يلعب اكثر، معناها نستدعوا اكثر كظهير يسار، اليوم يلعب ولو انه البوليفالونس حاجه مهمه جدا وانا نحبها، اليوم يلعب اكثر كلاعب طرف يمين معناتها جوار قوى. في المركز هذا احنا عندنا بعض الاختيارات، لكن مرتضى بن والناس يبقى لاعب سيليكسيونابل في كل وقت. ما كنت واجهت دعوه للتونسي بخصوص حنا بعد المجري، ترى فما قسوه في التقييم نتاعو؟ ما نحبش نرجع للبوليميك هذه، انا وجهت كاري هذه اللي لاعب عمره 20 سنه مازال شاب، قعد يحقق في انجازات كبيره على مستوى البيرفورمانس وقت يلعب في نادي كيما مانشستر، ونعرف القيمه هذه، اول مباراه رسميه مع مانشستر، يسجل اول هدف، يلقى روحه في تشامبيونز ليج، دونك ثم عده اشياء ومتغيرات قاعده تحصل للاعب هذا، ناخذوها بعين الاعتبار في الحكم، حتى ميدياتيكمون ماذا بيا ينقص علي الضغط، انا مفركز في مصلحه اللاعب ومصلحه المنتخب.